حقيقة تمر ذكرى الزيتون، مجزرة الزيتون، ذكريات مؤلمة جدا على أهل الديقار، ومؤلمة وحزينة وكارثية جدا على ذوي الشهداء. يحييها أهل الديقار منذ يوم قبل أمس وأمس واليوم ويوم غد أيضا. تستمر المسيرات ومجالس العزاء وأيضا المأدبات على أرواح الشهداء على جسر الزيتون الذي تم قطعه بالتنسيق ما بين المتظاهرين وأيضا ما بين قيادة شرطة الديقار، من أجل أن تكون هذه يعني إحياء الذكرى على هذا الجسر. هذه المسيرة الكبيرة جدا التي شهدتها محافظة الديقار ومشاعر الحزن والألم التي أعادت لأذهان هذه المجزرة، شارك بها النواب الفائزون عن حركة الامتداد وهم منبتحون من تشرين. حقيقة أنا التقيت بهم وكان لنا لقاء بهم أيضا ومن خلال التقرير، وتحدثوا عن هذا الشيء وقالوا لن يهدى لنا بال إلا أن نقدم قتلة المتظاهرين إلى العدالة والقصاص وليس مجزرة الزيتون، وأنا ما كل قتلة المتظاهرين. هذا ما تحدثوا به زميلتي العزيزة، هذا يعني أنهم أعطوا عهد ومواثيق للمتظاهرين في العراق ولأهالي ذيقار والشعب العراقي أنهم سيقتصون بالقانون، كما قال علاء الركابي أمين عام حركة الامتداد، قال بالقانون سنقتص من القتلة كائن من يكون وكائن من يكون وأي جهة تكون خلفهم، الكل حسب القانون سنقدمهم للقصاص وللعدالة. هذا ما تحدثوا به وهذا ما تعاهدوا به، إذن هم سيكونون تحت قبة البرلمان من أجل تقديم قتلة المتظاهرين للعدالة وأيضا من أجل تنفيذ الوعود التي أعطوها للشارع الديقاري.